عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صرح طبي متقدم من مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر، وهو بصمة من بصمات الحضارة الحديثة على أرض الكويت، أرض المحبة والسلام، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة من مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث يقوم سمو رعاه الله بافتتاح هذا الصرح الطبي والمتمثل في ركب علاج وأبحاث أمراض السكر. أيها الأخوة، ونحن ننتظر موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لافتتاح هذا الصرح الطبي، وكما نرى على الهواء مباشرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبمعيته سمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد. بعد أن عزف السلام الوطني إذانا بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث كان في استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير الصحة معالي الشيخ أحمد العبد الله الصباح. وفي هذه اللحظات المباركة يصافح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لجنة مستقبليه، افتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شريط الافتتاح إذانا بافتتاح مركز أبحاث والأخوة. نقدم في لحظات مواجزة ولحضراتكم نبذة عن مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر، حيث
يقع مركز أبحاث وعلاج أمراض السكري مقابل الواجهة البحرية لمدينة الكويت بالقرب من المستشفى الأميري على مساحة قدرها 10,800 متر مربع، وهو الموقع السابق لروضة المحلب والذي يقع على شارع السور بالقرب من تقاطعه مع شارع الخليج العربي وعرض السفارة البريطانية. ويشرف المبنى مباشرة على الخليج العربي من الأرض العامة التي تقع بين الموقع وشارع الخليج. سيتم أيضا استخدامها للزراعة التجميلية لتجميل الموقع. أيها الأخوة، روعي عند تصميم المبنى أن يحمل الطابع المعماري المتميز، فالشكل الخارجي له كما نرى عبارة عن شكل مقوس يتداخل في إحدى نهايتي مع الشكل البيضاوي لمركز المؤتمرات، وهو يتألف من مسرح وقاعة طعام ومنطقة تحضير. أيها الأخوة، وكما أيضا نرى هذا الصرح الطبي وتجويف القوس، المبني داخليا وخارجيا، فالواجهة الجنوبية المتجهة إلى الفناء الداخلي مكسوة بقطع خرسانة بيضاء اللون، حيث في هذه اللحظة يشرح مهندس هذا المبنى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشرح المواصفات الهندسية والإنشائية لهذا الصرح الطبي. حيث يتكون من 4 أدوار الدور الأول يضم عيادات متخصصة وغرف لمرضى أمراض السكري وأيضا الإقامة المؤقتة. خلاص إن شاء الله الأسبوع الجاي شو الجدول الثاني؟ كله برنامج. والدور الثالث غرف البحث وعيادات ومختبرات ومكاتب لإدارة الحالات الطبية. والدور الرابع مختبرات وأبحاث وأنظمة المعلومات وقسم اللياقة البدنية مع حوض سباحة. أيها الأخوة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة افتتاح مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر، حيث يعتبر مرض السكر من أهم التحديات التي تواجه وزارات الصحة وأفراد المجتمع بوجه عام، نظرا لارتباطه الوثيق بنمط الحياة من حيث التغذية والمجهود الجسماني ولانعكاسه على حياة الإنسان وإنتاجية الفرد والمجتمع، إضافة إلى علاج المرضى ومضاعفاته والإعاقة الناتجة منه. ونظرا أيها الأخوة لتغير نمط الحياة الحديثة
والابتعاد التدريجي عن الغذاء الصحي المتوازن والاتجاه إلى الوجبات السريعة، إضافة إلى قلة الحركة وانتشار التدخين والسمنة، فقد ارتفعت معدلات الإصابة بمرض السكري في مختلف أنحاء العالم، مثل الأمراض المزمنة غير المعدية الأخرى والتي ترتفع معدلاتها باضطراد في جميع أنحاء العالم. ودولة الكويت أيها الأخوة تمثل لهذا المرض الهاجس الأول للوقاية منه وتحدي كبير لها أمام المجتمعات، وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة. ولا يختلف الوضع في دولة الكويت عنه في مختلف دول العالم الأخرى، فقد انتشر التدخين والعادات الغذائية غير الصحية، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنشاط الحركي والجسماني وزيادة الوزن وارتفاع الدهون بالدم، وهي جميعها عوامل خطورة للإصابة بمرض السكري ومضاعفاته. وبالرغم أيها الأخوة من الخدمات الصحية المتميزة في دولة الكويت التي تقدمها وزارة الصحة في مجال الوقاية والعلاج من مرض السكري، والتي تتمثل في وجود عيادات متخصصة للسكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأيضا المستشفيات والاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة في مجال التشخيص وأحدث الأدوية. أيها الأخوة، الوقاية من السكري ومضاعفاته تتطلب تضافر الجهود المجتمعية المشتركة والعمل المتواصل للرصد المستمر لعوامل الخطورة وتحديد وبائيات المرض، ومن ثم بالتحليل العلمي الدقيق يتم وضع الاستراتيجيات وخطط العمل وصياغة السياسات اللازمة للتصدي للمرض ومضاعفاته التي تؤثر في الأطراف والأبصار والجهاز العصبي والجهاز الدوري والكلى وتؤدي إلى الإعاقة بالتالي. أيها الأخوة، من هذا الصرح الطبي ومن مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري، فقد وقع اختيار منظمة الصحة العالمية على دولة الكويت لتكون المركز الإقليمي لشبكة إيمان للوقاية ومن مكافحة مرض السكري، ولتبادل الخبرات والمعلومات مع المراكز الأخرى التابعة لشبكة ومكافحة الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية في جنيف. في لحظات مباركة أيها الأخوة، يتجول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومعالي الوزراء، يتجول في أدوار مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري. إذن شرح مفصل من القائمين على هذا الصرح الطبي ليطلع حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه
على معالم هذا الصرح الطبي. وعلى ما يتم اتخاذه تجاه المرضى. ما يقول حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتوجيهاته السديدة وآرائه الطيبة تجاه القائمين والعاملين في هذا المركز، مركز أبحاث وعلاج أمراض السكري CRTD. أيها الأخوة، تمنح دولة الكويت حسب اعتراف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في مستوى معيشي كاف لصحة ورفاهية جميع المواطنين بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك على مستوى الفرد والعائلة. ولذلك يتم تقديم الرعاية الطبية المجانية والخدمات الاجتماعية الأخرى إلى جميع الكويتيين، وتبعا لنسبة الأطباء إلى عدد السكان ونسبة الممرضين إلى عدد السكان، تقدم الكويت إحصاء قريبا من المثالية في حجم القوة البشرية الصحية. ويتم تنظيم الرعاية الصحية للمصابين بالسكري عبر 25 عيادة متخصصة تقدم خدمات معقولة لأكثر من 100,000 فرد سكري مسجل. ونشير هنا إلى أن الرعاية الصحية السكرية في الكويت تمثل من الناحية الأساسية منظومة رعاية صحية على مستويين متتاليين. وكما نرى مشاهدينا الكرام، اطلاع سموه حفظه الله وسمو ولي العهد ومعالي الوزراء على مستويات الرعاية الأولى ومستويات الرعاية الثانية لهذا المبنى، مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري. أيها الأخوة، لقد أوردت دراسات وبائية حديثة في الكويت لعام 1998 أن معدل انتشار الداء السكري من النمط الثاني بين البالغين الكويتيين في سن 18 وما فوق يصل إلى 14.8%، وأن هذا المرض يظهر في سن صغيرة نسبيا. ونشير إلى أن معدل انتشار هذا الداء لدى الفئة العمرية الممتدة بين 20 و39 سنة كان 5.7%، ولدى الفئة العمرية الممتدة بين 40 و59 كان 18.3%.
أما عوامل الخطورة التي تم تحديدها فأنها تتمثل في وجود قصة عائلية إيجابية قوية لداء السكري من النمط الثاني، الأمر الذي يعكس أهمية الكون الجيني وثيق الصلة بالشعب الكويتي. وترافقت أيها الأخوة البدانة بشكل قوي إحصائيا من النمط الثاني بين الكويتيين وبخاصة بين النساء الكويتيات. أما عدم النشاط البدني أو البطالة البدنية إنجاز التعبير فيبدو أنه من المميزات التي برزت في هذه الدراسة على الشعب الكويتي. بعد قليل وبفضل الله سيتوجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى موقع الاحتفال في مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر بعد أن قام سمو رعاه الله بجولة تفقدية للأدوار الأربعة المحتوية لهذا المركز وهذا الصرح الطبي المتميز القائم على أرض الكويت، أرض المحبة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بداية لهذا الاحتفال الكريم ننصت خاشعين لآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ الشيخ مشاري العفاسي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله، أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء، ضيوفنا الكرام، باسم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري بدولة الكويت نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الحفل الذي يقام لافتتاح المركز برعاية كريمة وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. بهذه المناسبة العزيزة أود باسمكم أن أسجل بأحرف من نور وليشهد التاريخ بأن لولا التوجيهات السامية والمباشرة من المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لما تحقق هذا الإنجاز هذا المركز البحثي المتميز. فباسم الجميع ندعو الله سبحانه وتعالى لسموه المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار. بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في اجتماعه رقم 97 المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2003 للميلاد، فقد تم تشكيل مجلس أمناء للمركز للإشراف المباشر عليه ولوضع كيفية إدارة وتشغيل هذا المركز البحثي المتميز واستقلاليته.
حيث قرر مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن يترأس مجلس أمناء المركز معالي وزير الصحة، ويضم في عضويته ممثلين عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت ووزارة الصحة. كلمة رئيس مجلس أمناء مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري معالي وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الجابر الصباح، فليتفضل لإلغاء كلمته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله، سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله، معالي الشيوخ، معالي الوزراء والمحافظين، الأخوات والأخوة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بسموكم والحضور الكريم اليوم بمناسبة افتتاح مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري. لقد أصبح مرض السكري هاجسا صحيا لجميع العاملين في المجال الصحي، فالإحصاءات تشير إلى نمو كبير في أعداد المصابين إلى جانب أعداد المعرضين للإصابة. فوفقا لآخر بيانات منظمة الصحة العالمية واتحاد السكري الدولي، أن عدد المصابين بهذا المرض قد بلغ 194 مليون شخص، ويتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 300 مليون بحلول عام 2025، وأعداد المعرضين للإصابة لا تقل عن ذلك، فقد بلغ 314 مليون وسيصل إلى 472 مليون عام 2025. كل هذا أدى إلى قيام المنظمات العالمية بتصنيف مرض السكري كوباء يتطلب الجهد والإمكانيات للتعامل معه والوقاية منه. وتعتبر دولة الكويت من الدول ذات النسب العالية في الإصابة بالسكري، فقد وصلت النسبة حسب آخر دراسة إلى أكثر من 15% من البالغين، إلى جانب أكثر من 8% معرضين إلى الإصابة، أي أكثر من 20% من السكان معرضون أو مصابون بالسكري، وهي تعتبر من النسب المرتفعة في العالم. وكذلك فإن مرض السكري الأطفال تزداد معدلات الإصابة به سنويا، ويعاني إلى جانب ذلك مجتمع الكويتي من عوامل مختلفة تساعد على الإصابة بالسكري بسبب رفاه الحياة، مثل السمنة وقلة الحركة ووفرة الأطعمة والوجبات السريعة، مما يتطلب الأمر تبني برنامج تعمل على تصحيح هذه العادات غير الصحية. وتجدر الإشارة أن مضاعفات السكري تضيف عبئاً كبيراً على كاهل الصحة العامة، حيث أن مرض السكري هو المسبب الرئيسي لفقدان البصر في العالم، وهو السبب الرئيسي لبتر الأطراف بعد حوادث الطرق، وهو المسبب الرئيسي
للفشل الكلوي فضلا عن زيادة الجلطات في القلب والمضاعفات الأخرى مثل الضعف الجنسي، ناهيك عن المعاناة التي يعانيها المصاب بالمرض وأسرته. ومن المعروف أن الفئة العمرية الأكثر تعرضاً للإصابة هي ما بين 30 و 59 عاماً، أي الفترة الأكثر عطاءً في الحياة. ولعل من نافلة القول أن وزارة الصحة تولي هذا المرض اهتماماً خاصاً، فقد اتبعت أحدث النظم في طرق العلاج لهذا المرض، فهناك 28 مركزاً متخصصاً في السكري من ضمن الرعاية الأولية، إلى جانب الوحدات المتخصصة في المستشفيات حيث بلغت إجمالي الزيارات حوالي أكثر من 500,000. هذا إلى جانب تبني وزارة الصحة البرنامج الوطني لمكافحة السكري الذي وضع تصوراً شاملاً لكيفية التعامل مع هذا المرض. ولكي تكتمل حلقة التعامل مع مرض السكري من جميع الجوانب، فإن الناحية البحثية تمثل أحد هذه الحلقات الأساسية. فقد جاءت هذه المبادرة والهدية المباركة من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله لبناء هذا الصرح العلمي الذي سيكون مناراً للأبحاث العلمية بشكل أساسي، وأكرر بشكل أساسي، ومركزاً لتدريب الكوادر الوطنية من أطباء وممرضات ومثقفات وأخصائيين على مستوى يماثل العالمية. وختاماً، لا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على جهودها في إضافة هذا الصرح ليعزز المجال البحثي والتدريبي والتعليمي، والشكر موصول إلى اللجان المختلفة التي قامت بجهود متميزة لكي يكتمل هذا الصرح، راجيا من المولى العزيز أن يوفق القائمين على المركز التوفيق والنجاح لما يعود بالفائدة على بلدنا المعطاء. حفظ الله كويتنا الحبيبة من كل مكروه تحت رعاية قيادتنا الحكيمة والرحيمة، وأن آخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام عليكم والسلام عليكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد، سمو ولي العهد، ضيوفنا الأفاضل، إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لها الدور الريادي في تشجيع ودعم العلم والبحث العلمي برعاية كريمة وإشراف مباشر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. كلمة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عضو مجلس أمناء مركز دسمان للسكري، الأستاذ الدكتور علي عبد الله الشملان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظكم الله، سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح حفظكم الله، الأخوة والأخوات الحضور، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي ونيابة عن مؤسسة الكويت التقدم العلمي
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في حفل افتتاح مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري. هذا الصرح الطبي المميز الذي يعد فريدا من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ونرجو أن يكون نموذجا فريدا للبحوث والدراسات والرعاية المتكاملة لمرضى السكري، ورمزا معبرا عن النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى. يعلم الجميع مدى حرص المؤسسة برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد رئيس مجلس الإدارة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على الاهتمام ورعاية مختلف المجالات العلمية، استكمالا للدور البارز لصاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. كان الأمير الراحل من القادة الذين تركوا بصمات واضحة وأعمالا جليلة على المستويين المحلي والدولي في العصر الحديث، وستظل هذه الأعمال والمآثر ماثلة للأذهان، وكانت له رؤية استشرافية للمستقبل تمثلت جليا في انطلاق فكرة مؤسسة كويت التقدم العلمي عام 1976 وإنشائها ورعايته لها وإيلائها عناية كبيرة واهتماما خاصا لتحقيق الأهداف المنشودة منها في دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء والباحثين وتقديم الجوائز للمتميزين من أبناء الوطن وأبناء الأمة العربية. وترأس سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه مجلس إدارة المؤسسة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، ومتابعة مشروعاته وإنجازاتها ورعاية احتفالاتها وأنشطتها يؤكد مدى اهتمامه بشؤون البحث العلمي ودوره في خدمة الشعب والبلاد والعالم بأسره. ويسرني أن أعرب عن عميق امتناني لمجلس إدارة المؤسسة الذي رأسه المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والأعضاء الكرام على آرائهم القيمة، داعين الله عز وجل أن يسدد خطى أميرنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لرعاية التقدم العلمي في هذا البلد ودعمه، وأن يكون خير خلف لخير سلف. الحفل الكريم، لقد تبنت مؤسسة الكويت التقدم العلمي تنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا في دولة الكويت منذ إنشائه عام 1976، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية للبرامج العلمية والأبحاث المتعلقة بالعلوم الأساسية والتطبيقية، فقد مولت المؤسسة ما يقارب 600 مشروع بحث منذ قيامها وحتى وقتنا الحاضر بتكلفة تربو على 17 مليون دينار كويتي، شملت مختلف التخصصات العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية والبيولوجية والطبية والطبيعية والهندسية، كما شكلت فرق عمل بحثية نفذت 17 مشروع بحثيا على المستوى المحلي في المجالات الاجتماعية والتراثية والهندسية بتكلفة بلغت أكثر من 3 ملايين دينار كويتي. وفي مجال التنمية البشرية ودعم قطاع التربية والتعليم، قامت المؤسسة بدعم إدخال الحاسوب في مدارس وزارة التربية بمساهمة بلغت 5 ملايين دينار كويتي، استفاد منها 600,000 طالب في 170 مدرسة، علما بأن ما يقارب 100,000 طالب يستفيد سنويا من هذا المشروع. وفي مجال النشر العلمي، واصلت المؤسسة جهودها بنشر وإصدار الكتب والموسوعات المتخصصة في اللغة العربية وتلك المترجمة من اللغات الأجنبية، إسهاما منها في إثراء المكتبة العربية بالإصدارات العلمية ذات المستوى العالي، وبلغ عدد الإصدارات التي تم نشرها وتلك التي تحت الطباعة أكثر من 200 إصدار. وعلى المستوى الدولي، قامت مؤسسة بتوقيع اتفاقيات علمية مع مؤسسات عالمية متميزة على مستوى العالم للاستفادة من خبراتها بما يعود بالفائدة على ابناء الكويت والأمة العربية، حيث يمكن تلخيص هذه الإنجازات بالتالي: إنشاء برنامج علمي كويتي لدراسة العالم الإسلامي بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد، حيث يشمل المصروفات السنوية لزمالة كويتية في الدراسات الخاصة بالعالم الإسلامي على مستوى أستاذ جامعي، ولمنحتين دراسيتين وبرنامج محاضرات. إنشاء مكتبة الكويت بالمبنى الجديد بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد. برنامج الكويت بجامعة هارفارد، ويشمل كرسي أستاذية في الشؤون الدولية وصندوق أبحاث برنامج الكويت ممنحا مقدمة للباحثين من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يشمل برنامج التدريب التنفيذي القيادي دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. برنامج الكويت بجامعة كامبريدج، ويشمل كرسي أستاذية ومنحا لباحثين عرب في مجال الرياضيات وبرنامج محاضرات سنوية تعقد في المملكة المتحدة ودولة الكويت. أيها الحفل الكريم،
لا يتسع الوقت لاستعراض إنجازات مؤسسة والتقدم العلمي، ولكن لعل من أهم إنجازات المؤسسة في المجال العلمي إنشاء مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري، والذين اجتمعوا اليوم للاحتفال بافتتاحه. ولم يأتي هذا الاختيار جزافا، بل نتيجة للعديد من الدراسات المستفيضة التي قام بها أكثر من 150 طبيبا في مختلف المجالات والتخصصات، حيث اتفقوا على أن مرض السكري يعد من المجالات الجديرة بالاهتمام ودعم الأبحاث العلمية المتخصصة فيه للوصول إلى النتائج حول أسباب انتشار المرض وإمكانية إيجاد وسائل علاجية جديدة له، وخصوصا أن معدلات الإصابة بالسكري في دولة الكويت ومنطقة الخليج تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، وهي في زيادة مستمرة. كمثال، عندما بدأنا في الإعداد لهذا المشروع كانت نسبة الإصابة هي 12% من المواطنين البالغين، لتصل إلى 15% أثناء تنفيذ المشروع، وهي الآن تتعدى 20%. وبناء عليه، كما ذكر معالي وزير الصحة واستنادا إلى هذه الحقائق، فقد قدم أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله هذه الهدية العلمية الطبية للشعب الكويتي، وتقرر إنشاء مركز دسمان على مستوى عالمي تكون مهامه الأساسية التركيز على البحث العلمي والتدريب والتثقيف والعلاج، على أن يكون على نمط المراكز العالمية المعروفة. أيها الحفل الكريم، لقد سعت المؤسسة لضمان الوصول لأهداف المنشودة وبناء صرح طبي متميز على مستوى العالم، لذلك فقد تم تكليف فرق عمل على مدى السنوات الماضية لوضع استراتيجية واضحة للمركز وهيكل تنظيمي فعال، حيث تم زيارة عديد من المراكز المشابهة في الولايات المتحدة وأوروبا للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. ثم بعد ذلك تم الاتفاق مع شركة عالمية لبناء المركز، وتم إنجاز البناء بحمد الله تعالى في عام 2005، وفي الوقت نفسه والإيجاد وتوفير جو علمي على مستوى عالٍ، فقد تم عقد اتفاقية مع شركة انتر هيلث لاستقطاب وتوظيف المناصب القيادية العليا، خصوصا رئيس المركز ومدير الإدارات الطبية والبحثية والتدريب والإدارة، ليكون من مهام الأساسية إدارة وتشغيل المركز لمدة سنتين، نأمل خلالهما تدريب كوادرنا المحلية لتولي إدارة المركز بعد ذلك. ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالشكر الجزيل على اهتمامه الدائم ومتابعته لهذا المشروع وعلى رعايته الكريمة لافتتاح المركز. كما لا يفوتني أن أشكر جميع من أسهم بوقته وجهدي واقتراحاته على مدى السنوات الماضية لإنجاح هذا المشروع المميز، وكذلك أشكر الشركات التالية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، وهي مستشار الخليج وأن بي بي جي ومحمد عبد المحسن الخرافي وأولاده وديوان انتيريرز وشركة طارق والشرق الأوسط للاتصالات والتقدم التكنولوجي. ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل النجاح حليفا للمركز ليكون منارة علمية يستفيد منها المواطن والمقيم في دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون والوطن العربي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد وأن يؤيد دولة الكويت بالتوفيق والمنعة، وأن يجعلها دار أمن وأمان في ظل أميرها المفدى وسمو العهد الأمين، فهو سبحانه سميع مجيب، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد، أيها الحفل الكريم، نشاهد الآن عرضاً وثائقياً يحتوي على شرائح مصورة سلايدز عن قصة وفكرة مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكري بدولة الكويت، والعرض الوثائقي من إنتاج مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. السكري عرف منذ العصور القديمة، عرفه الفراعنة والهنود القدماء والإغريق والرومان، وعرفه العرب، وصفه بالتفصيل العالم والطبيب المشهور ابن سينا. ارتبط السكري منذ القدم بالترف والثروة، لم نعاني منه في الماضي. أجدادنا
آباؤنا. حياة بسيطة، جهد مستمر، حركة دائبة، وبزغ فجر جديد، تغيرت طبيعة الحياة. رغد العيش، الراحة، قلة الحركة، الخمول، سهولة التنقل، وفرة المأكولات، تنوع الوجبات والاختيارات، انتشار الوجبات السريعة، انتشار الأمراض، أمراض العصر أو أمراض النمط المعيشي، مرض السكري، أمراض الشرايين، جلطات القلب والدماغ، ارتفاع ضغط الدم، هشاشة العظام، السرطانات، السمنة، السكري أصبح وباء. نسبة انتشاره ما يقارب 5% من إجمالي سكان الكرة الأرضية. عدد المصابين والمعرضين للإصابة سيبلغ 15.3% من إجمالي سكان العالم البالغين عام 2025. نسبة الزيادة المتوقعة للسكري في العالم ما بين 2003 و2025. أوروبا، أمريكا الشمالية، شرق آسيا، أمريكا الجنوبية، الهند، أفريقيا، الشرق الأوسط. عام 2025 7 من كل 10 أشخاص من المصابين بالسكري يعيشون في الدول النامية. أما في الكويت فقد ارتفع معدل الإصابة بصورة ملحوظة خلال العقدين الماضيين، ففي فترة الثمانينات كان معدل الإصابة بين البالغين يقارب 7% ليصل إلى 12% في فترة أوائل التسعينات، وإلى 16% نهاية القرن الماضي، والمتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 20% خلال العقد الحالي. وتماثل هذه الزيادة المعدلات العالية للسمنة وزيادة الوزن في المجتمع الكويتي. الزيادة في عدد المصابين بالسكري يزيد بشكل مضطرد مع زيادة الوزن في الأطفال والشباب، ولا يختلف الحال في سكر الأطفال، فمنذ الثمانينات ازدادت النسبة من 3.4 لكل 100,000 طفل لتصل إلى 20 حالة لكل 100,000 طفل في عام 2002، والأرقام في تزايد. إضافة إلى ذلك، برزت في العقد الأخير ظاهرة زيادة إصابة الأطفال بسكر الكبار بصورة ملحوظة موازيا لزيادة السمنة في الأطفال. أسباب الانتشار الكبير للسكري من النوع الثاني في المجتمع: زيادة الوزن والسمنة، قلة الحركة والخمول، التاريخ العائلي للإصابة بالمرض، وجميع هذه العوامل المتوفرة في المجتمع الكويتي. المضاعفات الناتجة عن السكري: احتمالات الوفاة نتيجة أمراض القلب تزيد من 2 لـ4 أضعاف بين مرضى السكري مقارنة بغير المصابين. اعتلال الشبكية يسبب ضعف البصر أو فقدانه. السكري هو المسبب الأول لفقدان البصر في العالم. اعتلال الأوردة والشرايين يسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، الجلطات والغرغرينة. اعتلال الكلى قد يصل إلى مرحلة الفشل الكلوي التام. اعتلال الأعصاب يسبب فقد الإحساس في القدمين والتقرحات والبتر أو اضطراب الجهاز الهضمي أو الضعف الجنسي وأمراض الجهاز البولي وغيرها، ولكن هناك من لم ينسى تلك العواقب. أقام العديد من الدراسات والبحوث لإيجاد أولويات البحث العلمي، قررت في 4 موضوعات:
أهمها الصحة العامة والبترول والمياه والبيئة. اجتمع أكثر من 150 متخصص لتشخيص الأمراض الشائعة في دولة الكويت. حددت أولويات البحث في 10 أمراض. كان السكري أهمها حيث أنه الأكثر خطورة وانتشارا بين الكويتيين. ومن المعروف أن وزارة الصحة تتولى الجانب العلاجي في دولة الكويت، فهي تقدم الرعاية لمرضى السكري من خلال شبكة عيادات سكري متخصصة ضمن الرعاية الصحية الأولية، يبلغ عددها 28 عيادة منتشرة في أرجاء البلاد، إضافة للخدمات المقدمة في جميع مستشفيات الدولة. وبلغ عدد الزيارات السنوية لمرضى السكري لعام 2004 في المحافظات كالتالي: العاصمة أكثر من 70,000، حوالي 112,000، الفروانية 137,000، الأحمدي 103,000، الجهراء 118,000، بمجموع يتجاوز النصف مليون زيارة في السنة. ولخطورة وانتشار مرض السكري بين المواطنين والمقيمين بشكل وبائي، أمر صاحب السمو أمير البلاد الراحل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله بتقديم هدية علمية طبية قيمة لشعبه الكريم في ديسمبر من عام 1996 بالتعاون ما بين وزارة الصحة وجامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هنا بدأت فكرة إنشاء مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر. وفي وثيقة إعداد مركز دسمان واستكمالا لدوري وزارة الصحة وجامعة الكويت، فقد تم التأكيد على الاهتمام بالمجال البحثي إضافة إلى المجالات التدريبية والتثقيفية والعلاجية لإيجاد الوسائل الكفيلة للحد من انتشار هذا المرض واكتشاف طرق علاجية حديثة بالتعاون مع المراكز العالمية المماثلة. قام فريق متخصص بزيارات لمراكز عالمية مشابهة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال: مركز جوسلن للسكري بجامعة هارفارد الأمريكية، مركز كينغز كوليج للسكري في لندن، مركز ستينو للسكري بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك. في 26 من يناير عام 1999 تم البدء في إعداد التصميمات الهندسية للمركز، وتم البدء بتنفيذ المشروع في 12 من مارس عام 2001، وأقيم الاحتفال بوضع حجر الأساس في 8 من مايو عام 2001. تم تجهيز المبنى بأحدث الأجهزة والتقنيات. ومع أوائل العام 2006 بدأ مجلس أمناء مركز دسمان سلسلة اجتماعات استعدادا لمرحلتي الافتتاح والتشغيل. تم الاتصال والتفاوض مع مراكز عالمية، توقيع عقد تشغيل المركز مع شركة انتر هيلث، وتوجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية تعاون ما بين وزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إذانا ببدء مسيرة مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر العلمية والإنسانية. واليوم وبرعاية كريمة وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحتفل بافتتاح مركز دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر، ليكون مركزا متميزا يحقق رسالته الإنسانية لتقديم المستوى المتميز من الأبحاث الطبية في مجال السكري.
يتفضل الآن رئيس مجلس أمناء مركز دسمان لأبحاث وأمراض السكري بدولة الكويت معالي وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الأحمد جابر الصباح، ويتفضل مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الأستاذ الدكتور علي عبدالله الشملان لتقديم هدية تذكارية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تقديرا لرعاية سموه الكريمة واهتمامه الشخصي بهذا الصرح البحثي المتميز على المستوى العالمي. أيها الحفل الكريم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كويتنا الغالية في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله، كما أتقدم إليكم جميعا بالشكر والتقدير والعرفان لمساهمتكم في إنجاح هذا الاحتفال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.